ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق النازحين في مدرسة الحرية في الجنوب الشرقي من مدينة غزة في حي الزيتون بالتحديد. أدت هذه المجزرة إلى استشهاد أكثر من 15 مواطنا حتى هذه اللحظة وإصابة أكثر من 50. نشاهد هذه جثامين الشهداء التي ما زالت متواجدة هنا في داخل مستشفى المعمداني، والأهالي هنا يودعون هؤلاء الشهداء بعد انتشالهم من داخل مستشفى ومن داخل مدرسة الحرية بحي الزيتون في الجنوب الشرقي. طبعا هذه العائلات الآن لا تعلم أين تتجه وإلى أين تذهب في ظل استمرار الغارات والقصف المتواصل على مراكز الإيواء بعد ما دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هنا الأهالي أيضا يؤدون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء التي تم انتشالها من داخل هذه المدرسة. نتحدث أن معظم الشهداء ومعظم الإصابات التي وصلت إلى مستشفى المعمداني جلهم من الأطفال ومن النساء، وأيضا هنا النساء يصطفن لوداع أبنائهم بعدما تم انتشالهم من داخل هذه المدرسة. مشاهد صعبة وقاسية بعد ارتكاب تلك المجزرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا عمليات البحث ما زالت متواصلة ومستمرة عن عدد من المفقودين في داخل تلك المدرسة، والإصابات التي وصلت إلى مستشفى المعمداني معظمها خطيرة مما يؤدي إلى ارتفاع في أعداد الشهداء خلال الساعات القادمة. أنس الشريف، الجزيرة، من داخل مستشفى المعمداني بمدينة غزة.